بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الوسطية في الدعاء. الدعاء أيها الإخوة المسلمون من أجل وأفضل العبادات، والله تبارك وتعالى أمر به فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى أصحاب السنن بسند جيد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي مستدرك الحاكم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وأيضا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه في كل شيء حتى في شسع نعله. فالدعاء هو باب عظيم من الأبواب التي يتعلق فيها المرء بربه، وهو حبل ممدود بين الله وبين عباده، وهو باب السماء المفتوح الذي يستطيع المرء أن يلج منه على ربه وأن يدخل به على مولاه في أي وقت من الأوقات وفي أي حال من الأحوال. وبالتالي يحتاج إلى التوسط، إلى الوسطية، لأن بعض الناس ذهبوا إلى التواكل وقالوا ما قالوا، كأن يقول بعضهم: علم بحالي يغني عن سؤالي، أو يقول آخر: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد يقول قائل آخر: يقول إن الله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وقد كتب ما كتب وقدر ما قدر، فماذا يفعل الدعاء؟ لا يقدم شيئا ولا يؤخر. هكذا يقول هؤلاء الضعفاء والذين تركوا هذا الأمر وتلك العبادة، وأعرضوا عن باب من أعظم وأفضل وأحب الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يتملقه وأن يرجوه وأن يخافه وأن يسأله وأن يدعوه وأن يتمنى على الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم ربه فلا يقل إن شئت، فإنه لا مكره له. والإنسان ينبغي أن يدعو بما شاء وبما تيسر له، طالما أنه ليس في هذا الدعاء إثم ولا تجاوز ولا مخالفة ولا قطيعة رحم. وهنالك من الناس من يبالغ في الدعاء ويتجاوز، فتجده يقع في المنكرات أو في المخالفات أو في غير ذلك. فمن الناس من يسأل غير الله سؤال العبادة، كالذين يطوفون حول المقابر والقبور ويستغيثون بها ويسألون لها ويطلبون منها تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. وبعض الناس يسأل من في القبور أن يرزقهم المال والولد وسعة الرزق وكذا وكذا من هذه التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أما أهل السنة وأما أهل الحق وأهل الفضل فإنهم يذهبون في الدعاء طريقا قصدا وسطا، لا يذهبون إلى الذين يتركون الدعاء بالكلية ويعرضون عنه اتكالا على ما كتب وقدر، ولا يتجاوزون في الدعوات بأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو أن يتجاوزوا في الدعاء ويعتدون فيه، أو أن يدعو على أحدهم على نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك.
ولهذا روى مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لئلا توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى. فإذا وقعت الإجابة لهذه الدعوة المنكرة التي فيها الظلم والقطيعة، فإنه ربما يندم المرء ندما لا يعدله ندم، وهذا الندم لا ينفعه، لأنه فات أوانه وذهب زمانه ولا تمندم. وبالتالي فينبغي للمسلم أن يكون على الطريق الوسط الذي كان عليه أنبياء الله ورسله، والذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونوحا إذ نادى ربه ربي ونوحا إذ نادى ربه أني ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال تبارك وتعالى أيضا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال ابن عباس رضي الله عنهما كما انفرد به البخاري، قال: كان آخر ما قال إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها المؤمنون لما كانوا في غزوة حمراء الأسد، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يذهبوا في أثر المشركين، وخافوا أن يكون المشركون يرجعون ويغيرون عليهم، وقد كان في المسلمين أثر الجراح والدامية وأثر المعركة والغزوة وإصابات كثيرة، وكان في صفوف المسلمين قتلى بلغوا 70 من الشهداء من خيرة الصحابة رضي الله عن الجميع. ومع ذلك قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ينبغي أن يتمسك المرء به وأن يلح فيه على الله، وأن يلتمس أوقات الإجابة كساعة بعد صلاة العصر يوم الجمعة ووقت السحر، وأيضا الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. وكذلك يلتمس الدعاء في السجود وفي الصلوات وفي أدبار الصلوات. ولهذا روى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبار الصلوات دعوات مستجابات، يعني بعد ختام الصلاة في آخر الصلاة قبيل السلام، أو بعد ختام الصلاة وقول وأذكار الصلاة. هذه من المواضع عند نزول الغيث، أيضا عند التحام الجيشين ولقاء الصف والجهاد في سبيل الله دفاعا عن البلاد والعباد والأوطان، وغير ذلك من هذه المواطن التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها حتى تجاب دعوته وتقال عثرته وتسدد خطوته ويصل إلى ربه تبارك وتعالى آمنا غير خائف ولا وجل. هذا كله يشير بنا إلى قيمة الدعاء. زكريا عليه السلام الذي طال به العمر وبلغ الكبر به عتيا، وكانت امرأته عاقرة وكان شيخا كبيرا، ومع هذا قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كانوا يدعونا على كل حال، في حال الرغب أي حال الرخاء والسعة، وفي حال الرهب أي حال الخوف والشدة، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا يؤكد أن من كان يسارع في الخيرات ويدعو الله على كل حال ويتعامل مع ربي بالخشوع والتضرع والخضوع، فإنه أقرب ما يكون إلى إجابة الدعاء وإقالة إجابة الدعوات وإقالة العثرات. ومن هنا فإنه ينبغي للمسلم أن يعتني بالتوسط في أمر الدعاء، لا يتجاوز ولا يزيد. ولهذا روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول:
اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها وحريرها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وكذا وكذا، وجعل يعدد ألوان النعيم في الجنة وألوان العذاب في النار. فلما سمعه سعد قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم بعدي يعتدون في الدعاء، وفي لفظ يعتدون في الطهور أي الوضوء ونحوه، في الطهارة يعني، يعتدون في الطهور والدعاء. وكان الأفضل يا بني أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وعلى نفس هذا المنوال سمع عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فهذا يؤكد لنا أنه ينبغي للمرء أن يكون وسطا، لا يذهب إلى التجاوز في الدعاء ولا يقصر به الأمر ويصل إلى التقاعد وترك وإهمال الدعاء. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بصوت منخفض. وأيضا يقول تبارك وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، عن زكريا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أجيبت دعوته: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما رأى من مريم الآيات والكرامات قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فينبغي للمرء ألا يتجاوز وألا يعتدي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة: نزلت هذه الآية في الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يتدعون بأصوات عالية قال لهم: أربعوا على أنفسكم، قال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. فينبغي للمسلم أن يلتمس أوقات الإجابة وأن يتأدب بأداب الدعاء بأن يكون تضرعا وخشوعا وخفية وبصوت منخفض، وأن يكون هذا الدعاء يشكو فيه حاله إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يأكل الحلال وأن يأخذ بكل هذه الأسباب حتى تقبل دعوته وحتى يصل إلى ما يريد من هذه الأمور. إننا أيها الإخوة المسلمون في حاجة شديدة في هذا الزمان إلى أن نتعلم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، واللجوء إليه والركون إليه والتعلق به، وأن يعلق المرء كل أحواله صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، كثيرها وقليلها، يعلق ذلك كله بالله سبحانه وتعالى، وحينها سيجد الفرج وسيجد المخرج، وسيرى الفتوح تأتي من كل فج عميق ومن كل مكان ومن كل حدب وصوب. وبهذا يستطيع المرء أن يقضي كل حوائجه، وحتى إذا لم تقضى حاجته، إذا لم تجاب دعوته، إذا لم تجب دعوته، فليعلم أن الله تعالى يدخر له خيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يستحي إذا دعاه العبد أو رفع إليه يديه أن يرد يديه صفرا خائبتين. وأيضا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يرفع عنه من السوء بمثلها، وإما أن تدخر له لتكون يعني خيرا وفضلا يوم القيامة. ومعنى هذا أن الدعاء نافع على كل حال، أجيب أو لم يجب، وأن الدعاء يزيد في الحسنات ويحسن العلاقة بين العبد وربه، ويجعل المرء متعلقا بمولاه مرتميا على سدته.
قاعدا على عتبته يحتاج إلى أن يطرق الباب مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وبهذا يستطيع أن يحسن عمله وأن يحسن ختامه وأن يصل إلى غايته وأن يحقق مبتغاه وأن يدخل الجنة آمنا مع الفائزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط ومن أهل الوسطية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.